بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. إجابات كتاب المعاصر الصف الثاني الإعدادي الوحدة الثانية الترم الثاني اللي هي الوحدة الـ11. كنا شرحنا الوحدة وجاوبناها من جيم، ودلوقتي هنجاوبها من المعاصر. أول جملة بيقول لي It's amazing، إنه أمر مذهل to note your friends phone numbers، إنك أنت تحفظ كل أرقام تليفونات أصحابك. طبعا memorize إن أنت تحفظ تتذكر، تمام. Some students بعض الطلاب بيشعروا بإيه يا ترى قبل الامتحان، وما بيحبوش الامتحانات، بيشعروا بالنيرفس اللي هو التعصب، ما هم ما بيشعروش بالأمان ولا بالصبر ولا بالسعادة، لا بيشعروا إن هم قلقانين يعني شوية. هارد وركينج الطلبة المجتهدين بيدوا نفسهم وقت للاختراع ولا للمراجعة ولا لإعادة استخدام الأشياء ولا للدعوة، طبعا ريفيجن المراجعة. أحمد نقط ذا بوستر اون ذا وول استك، لزق مش فعل ولا أخذ ولا أعطى، لزق البوستر على الحيطة، تمام. I am proud of my sisters، أنا فخور بالحاجة بتاعت أختي دي، بإيه؟ بدعوتها ولا إنجازاتها ولا مشاكلها ولا الفسح؟ طبعًا الإيه؟ الأتشيفمنتس الإنجازات بتاعتها. Eating much fruit، لو أنت هتاكل فواكه كتيرة or nuts improve your، الكلام ده هيحسن إيه؟ طبعًا في الدرس هو عمال ينبهني ويقول لي إن أكل الفواكه وأكل النتس اللي هي المكسرات ده بيعمل لك إيه؟ بيحسن الميموري، الميموري اللي هي الذاكرة بتاعتك، الذاكرة الميموري، تمام؟ I try to find، بحاول إن أنا ألاقي طرق عشان تساعدني نقط الكلمات الجديدة، عشان إيه؟ أسترخيها ولا أتذكرها ولا أخدها ولا أعتقد فيها، طبعًا remember أفتكر الكلمات الإيه؟ اللي بحفظها. 1 3 1 2 3 It's a bee نحلة. It's a children's rhyme، دي قافيه، قافيه بتاعت ايه يعني؟ قافيه بتاعت اغنيه 3 بي تي، ونبدا بقى نغني الكلمات عشان نحفظ. التمرين اللي بعد كده تمرين على الجرامر. يو شودنت نقط اب تو ليت ات نايت، ما ينفعش انك تقعد بالليل متاخر، طبعا ستي اب يعني يسهر، فما ينفعش انك تسهر بالليل متاخر يعني. عالي جراند فازر جد علي هذا سكسسفول جوب، عنده وظيفه ناجحه. اند نقط ميني سينجز، وعمل حاجات كتيره. ايه الحاجات الكتيره اللي عملها بقى؟ اتشيفد يعني انجز حاجات كتيره. منى وود لايك ذا نقط اوف ذا كيك، كيك اللي هي الكيكه، يبقى منى حبت ايه بقى تبع الكيكه من اللي تحت دول؟ طبعا الريسيبي اللي هي الوصفه، وصفه الاكل. نقط makes you think more clearly، حاجة تخليك تفكر بوضوح، يا ترى ايه اللي يخليك تفكر بوضوح؟ ها المفكرة ولا سوري القلق ولا الحصول على شيء ولا الاسترخاء ولا الأخذ؟ طبعا relaxing الاسترخاء. don't eat too many sweets، ما تاكلش حلاوة كتير. they are لانها ايه؟ ضرورية ولا مش صحية ولا ممكنة ولا هيل صحية؟ طبعا unhealthy مش صحية، طالما بيقول لي ما تاكلش كتير. make a نقط of things، اعمل قائمة من الاشياء اللي انت محتاج تشتريها يعني، طبعا اعمل list، make a list، a list list يعني قائمة. 7 بيقول لي healthy food is good for your، الطعام الصحي كويس لإيه بقى بالظبط؟ كويس لإيه في جسم الإنسان؟ طبعًا كويس للبرين، برين اللي هو الإيه؟ المخ، فالطعام الصحي كويس ليور برين اللي هو المخ. This a نقط for the new building، new building يعني مبنى جديد، يا ترى إيه بقى ده للمبنى الجديد؟ إيه الحاجة دي بتاعت المبنى الجديد؟ رسم توضيحي ولا ذاكرة ولا نتيجة ولا خط؟ طبعًا diagram اللي هو رسم توضيحي. لما نيجي نصحح الخطأ بيقول لي ريمز فازر أبو ريم اعتاد إن هو تك هيز فوتو، تك يعني يشير يعني يعلم على الصورة بتاعته، لا هو هنا عاوز إن هو يقول إيه؟ عاوز بدلها ستيك اللي هي يلزق الصورة بتاعته في مثلا، يلزقها فين؟ يلزقها مثلا في الكتاب. يو شود تيك 10 مينتس بريك، لا تبقى 10 مينت بس، طالما جبنا العدد يبقى هنلغي إيه؟ هنلغي كلمة الإس ونخليها مينت بس. It's raining very hard، الدنيا بتمطر قوي. So it's impossible، ممكن impossible مستحيل، مستحيل بالنسبة لي ان انا اخد الامبريلا، لا طبعا طالما بتمطر يبقى معنى كده ان انا ممكن اخد الامبريلا، يبقى ده هيبقى ايه؟ possible يعني اشيل الاي ام دي، تمام. taking too nervous
taking. هو عايز يقول لي ايه بقى؟ getting nervous، لان كلمه nervous بتاخد قبلها get على اساس ان هي يحصل على، يعني ان كونك انت لو اتعصبت يعني قبل الامتحان is very dangerous، الكلام ده خطر قوي، تمام؟ يعني خطر على انك انت ما تنسى حاجات في الماده وكده. هو invited the mobile، invited يعني يدعو، فبيقول لي هنا مين دعا الموبايل؟ طبعا هو مش عايز يدعو، هو عاوز يخترع، يبقى مين invented، اخترع الموبايل، تمام؟ what does Ayman's father advise him؟ advise him دي بالاس، احنا عايزينها بالاس مش بالسي، علشان بالاس دي بالسي معناها نصيحه، لا انا عايز اقول ينصح، فانا عايز اقول ايه؟ نصحه ولا كده يعني نستخدم كلمه ينصح. جرامر تاني، you not eat healthy food، طبعا you should، you should، يجب عليك انك تاكل طعام صحي. طيب you not drive your car in busy roads، تسوق العربيه في شوارع زحمه، لا كده يبقى shouldn't، سوق في شوارع هاديه. طيب you shouldn't تاخد بعدها الفعل في المصدر يعني بدون اضافات، يبقى do بس، تمام؟ should I اذا بدات بها الكلام معناها هل يجب علي ان، وتاخد بعدها المصدر، write my name، ان انا اكتب اسمي على الورقه دي كده يعني، تمام؟ بعدين pupils shouldn't، التلاميذ ما ينفعش يكونوا noisy in the classroom، طبعا shouldn't be، shouldn't be لا يجب ان يكون. you should always not to the teacher in classroom، طبعا listen انك انت تستمع الى، لان انا هاخد الفعل في المصدر. should I take 10 minute break؟ yes you should، طالما السؤال بدأ بشود يبقى الاجابة تكون برضو بشود. what should you not when you are hungry؟ طالما انت شفت شود احنا خلاص اتفقنا ان هي بتاخد بعديها الفعل في المصدر، يبقى انت كده كده هتدور على مين؟ على المصدر، يبقى eat، تمام؟ لازم تكون فاهم مش بتحل وخلاص. students الطلبة should لازم، يبقى برضو الفعل فين؟ في المصدر. هنا ليه ما خدناش بين وفين المصدر؟ احنا ما نعرفهاش كلمة بي دي، لا بي اللي هي المصدر من ام واز وار، فانا عايز اقول الطلبة لازم يكونوا، يكونوا مؤدبين مع الاساتذة، يبقى بي، بي يكون مؤدب، تمام؟ تصحيح الخطأ، you should shout at older people، shout يعني يصرخ في الناس الكبيرة، لا ما ينفعش تصرخ في الناس الكبيرة، تمام؟ يبقى you shouldn't، لا يجب عليك. You shouldn't drink. drink التصريف الثاني من drink يشرب، فعشان كده هنرجعها لاصلها بان انا بدل الايه لاي بس. You should drive your car fast. fast سريع، سرعة عربية بسرعة، لا ما اظنش ان دي نصيحة، فهو هيقول لك لا يجب، تمام؟ يبقى هو عايز بدل should shouldn't. You shouldn't to eat. هنا بقى جايب لي to eat، انت عارف ان should بيجي بعدها المصدر بس، يعني هلغي كلمة to خالص واسيب المصدر بس اللي هو eat، تمام؟ طيب بعد كده تمارين على الدرسين الاول والتاني، المحادثة طبعا بيقول له can you give me، ممكن تديني some نقط for exams dad، طبعا ممكن تديني ايه advice على طول، advice ممكن تديني advice، ممكن تديني نصيحة او some advice او بعض ايه النصائح، some advice for exams dad، ممكن تديني شوية نصائح يا dad يا اب يا ابي يعني. فطبعا رد هو وقال لها yes you not eat healthy food، انت لازم تاكلي طعام صحي، يبقى you should، you should. قالت له why، ليه؟ قال لها because it's not for the brain، it's useful، it's useful ده مفيد، it's good ده كويس للمخ، تمام؟ سألته سؤال hours الساعات بقى، كم عدد الساعات؟ طبعا قال لها you shouldn't stay up، اسهري، يو شودنت، ما ينفعش تسهري بالليل متاخر، فانا بما عندي ساعات فهقول له كم عدد الساعات اللي ايه اللي اذاكرها بالليل. does the word shoe، هل كلمه shoe عاوز هو الفعل يتناسق او يتناغم، فعايز كلمه rhyme يتناسق مع with you، مع you يعني. water is very important ونقط waste يعني يهدر، بما ان الميه مهمه يبقى shouldn't ما ينفعش ان احنا نهدرها. should مونا، يبقى لازم اخد الفعل في المصدر طالما should موجوده، right تكتب her name. how much sleep should children have، ايه كميه النوم اللي المفروض الاطفال تنامها كل يوم، تمام؟ نقط should I practice sports every day، قال له to keep fit، فطبعا بما ان الاجابه لكي تحافظ على لياقتك البدنيه، يبقى لازم السؤال بلماذا، لماذا، لماذا، تمام؟ طيب بعدين you should always do revision، do a revision timetable، طبعا هي revision اصلا بتاخد do، ده وضع طبيعي وطريقه صحيحه، بس لما جاب بعدها كلمه timetable يبقى اذا هنا بيتكلم على make بقى مش do، لان هنا بيتكلم على timetable جدول مراجعه مش المراجعه نفسها. you shouldn't give up، you shouldn't give nervous before
exams طبعا get ما تتعصبش قبل الايه قبل الامتحان. you shouldn't staying طبعا تبقى stay بس تمام علشان المصدر. طب should I go bed early؟ yes you have. you have ليه؟ ايه اللي جاب have هنا؟ طالما انا بسأل بشود يبقى لازم الاجابة برضو تكون بايه؟ بشود. تمام؟ يبقى yes you should. تمام؟ طيب بعد كده تمارين على الدرسين اللي بعديهم. you can first in your exams. انت طلعت الاول في الامتحان فطبيعي ان انا هقول لك congratulations. congratulations يعني مبروك. تمام؟ after drawing diagrams بعد ما رسمت بقى الدياجرامز الرسوم التوضيحيه ليا you can not them with important word طبعا label انك انت تلزقهم يعني. تمام؟ سوها ميد نقط عملت نقط to advise عشان تنصح الناس عن التلوث يبقى عملت بوستر علشان توضح الامور يعني. فور ذا نقط وشو بتبين ديفرنت بليسز اماكن مختلفه طبعا الماب اللي هي الخريطه اللي بتوضح اختلاف الاماكن في مكان معين. بعدين هنا بيقول لي يو شود نقط يور ستادي تايم لازم تنظم وقت المذاكره بتاعك. يبقى يو شود ايه بقى؟ يو شود بلان تخطط وقت المذاكره بتاعك. حمدي كانت سبيس وات تو دو ذس ويك حمدي مش مقرر هيعمل ايه الاسبوع ده. طبعا كانت ديسايد مش مقرر هيعمل ايه. نقط يور سبيلينج نيدز مور براكتس طبعا الهجاء بقى عايز هجايه اكتر. طبعا هنا بقى امبروفينج تحسين كل ما تحسن اكتر كل ما يبقى ده ايه عايز قرايه انك تحسن يعني عايز ممارسه. نقط يور تيتشرز مدرسين بقى انك انت لو انت اتبعت نصيحه المدرسين بتوعك الكلام ده امبورتنت فور بيسنج اكزام مهم علشان تنجح فين في الامتحان. ات نقط تو اورز تو فينيش ماي هوم ورك طبعا عاوز يقول هو يستغرق مني ساعتين عشان اخلص الواجب يبقى توك الوقت بياخد وقت معطوه المصدر. اتس جود تو نقط يور سبيلنج ميستيكس افتر رايتنج بعد الكتابه كويس انك انت تشيك تدور نفسك شوف غلطت في كام كلمه غلطت في كام حرف كده يعني. يو شود تيست يور سيلف وذ ا فريند تو اتشيف ذا بيست ريزلتس لازم تتكلم مع اصحابك في اي نتيجه معينه عشان تعرف نفسك عملت ايه. فطبعا هنا هو مش عايز تيست يتذوق عاوز تيست يختبر. تيست دي معناها يختبر فانت اختبر نفسك مع اصحابك يسالني واساله بالطريقه دي يعني. تمام؟ طيب بعدين ماي كلاس الفصل بتاعي جمع الوت اوف ماني عشان يديها للقميص. لا مش هيديها للقميص امال هيديها لمين؟ هيديها للجمعيه الخيريه اسمها تشاريتي. اسمها ايه؟ تشاريتي. تمام؟ طيب نيجي بعد كده بقى بيقول لي فود تيكس الطعام يستغرق. طبعا هو هنا مش عايز الطعام يستغرق هو هنا بقى ايه ديليشوس ات عايز يقول لي تيست طعمه بقى طعم الطعام لذيذ مذاقه لذيذ بيتكلم على الطعام يبقى مذاقه لذيذ. تمام؟ تيست مذاقه. ميكينج ماتش ريفيجن احنا اتفقنا الريفيجن بتاخد دو من غير تايم تيبل فعشان كده هناخد ايه هناخد دو ريفيجن اللي هي الايه المراجعه دوينج. What are your bands؟ بدل bands اللي هي طاسة أو حلة دي هناخد بلانز اللي هي خططك إيه للمستقبل. تمام؟ المحادثات will space طبعا well done اللي تدي معنى أحسنت إن أنا ببارك لواحد على حاجة أحسنت يا مازن أنا حبيت القصة بتاعتك اللي أنت ألفتها. You used some very good sentence أنت استخدمت جمل مهمة جدا. تمام؟ you also only have two spelling mistakes يعني برضو كمان عندك ايه عندك كلمتين غلط انت محتاج انك انت تصححهم. تمام؟ should I not the words I spelled wrongly in my copy book في الكراسة بتاعت التحفيظ يعني اكتبهم فيها؟ قالت له yes should I right هو انا لازم اكتبهم في قالت له ايوه طبعا ايه قالت له yes it's a good idea فكرة حلوة انك انت تكتبهم علشان ايه ما تنساهمش او عشان تتذكرهم. طبعا قال لها ايه بالطريقه دي بقى ايه I will not make the same mistake مش هرتكب نفس الخطا مره اخرى. تمام؟ المحادثه الميني دايالوج المحادثه الصغيره بيقول له بقى ايه I learned how to make clothes اتعلمت اعمل ملابس في الاجازه. فطبعا ممكن اقول له that is great achievement ده انجاز عظيم ممكن اقول له well done اللي هي احسنت. تمام؟ اي حاجه فيهم يعني. only once هنا بقى ادي لك قد ايه قال له يا دوب شهر. طيب
هنا الراجل قال حاجة، قال له مبروك نجاحك ايه؟ طبعا هيقول له ايه؟ I have passed my exams، نجحت فيه. طبعا محادثة، بيقول حازم بيقول لنادر عن الهواية، فبيقول له نقط did you learn، اتعلمت امتى؟ قال له last year، العام الماضي. فطالما عندك وقت يبقى انت لازم تسأل بوين اللي هي متى. فالمهم سأله قال له احسنت، هاو نقط did it take، استغرق قد ايه منك؟ قال له نقط 5 weeks، دي مدة، يبقى لازم اسأل بهاو long كم المدة. والاجابة ان الفعل اللي استخدمه هنا هو اللي هجيبه، هجيبه في الماضي عشان did، يبقى it took، took استغرق مني وقت كذا. قال له that is great نقط، يبقى that is great achievement، يعني انه انجاز ايه عظيم. الراجل هنا بقى بيقول حققت نتائج كويسة، هقول له مبروك congratulations. هنا بقى بيقول حاجه، فقلت له، فالتاني قال له ايه مبروك او ده انجاز عظيم، فهو يقول اي حاجه، طلعت الاول في السباق، نجحت في الامتحان، اي حاجه من دول يعني. his last نقط is that he won the race، فاز بالسباق، يبقى achievement الانجاز بتاعه انه فاز بالايه بال. هاني is a good space in the restaurant، طبعا restaurant يعني مطعم، يبقى هاني good cook، طباخ كويس في المطعم. the pupils wrote their names، الطلبه كتبوا اساميهم on نقط which they put on their school book، حطوها لزقوها على الكتاب، يبقى طبعا labels ملصقات يعني. how to نقط the best exam results، achieve تنجز او تحقق نتائج الامتحان. you should نقط your work during daytime، تخطط وقتك اثناء وقت النهار، تمام، تخطط، لازم تخطط شغلك اصلا عموما. you نقط study in quiet place، you should يجب ان تذاكر في مكان هادئ. write notes، اكتب ملاحظات about what what ايه what you should do. طيب هنا زي ما قال كاتب الاستاذ اني ليست اداه استفهام على اساس ان هو ما جابش علامه استفهام في الاخر، تمام، يبقى what you should do اللي هتعمله، اكتب اللي هتعمله، تمام. طيب how much revision have you done this weekend، how much، لان الريفيجن ما بتتعدش، يبقى عايزين how much. well done بالاي غلط طبعا، لازم تبقى بالاي عشان يبقى معناها احسنت. you hadn't stay up late، طبعا you shouldn't stay up late. take down طبعا هي write down عشان تبقى دون الملاحظات بتاعتك. you shouldn't to ing، نلغي الاي ان جي ونخليها speak بس اللي هي الفعل فين في المصدر. المحادثه فريده meets رقيه، فريده hello رقيه what have you done in your exam، قالت لها انا did very well، قالت لها that is really amazing، قالت لها لا ده مذهل خالص. what about you، طب وانتي، قالت لها I got the full mark، جبت الدرجة النهائية، قالت لها well done أحسنتي. هنا بقى الراجل قال I won a prize، أنا فزت بجائزة في الانجليش ليسن، قالت لها congratulations يعني مبروك. هنا سألتها سؤال، قالت لها I feel nervous، حاسة ان انا متعصبة قبل الامتحان، يبقى how do you feel before exam، كيف تشعري قبل الامتحان. طبعا بما ان في وصف اللي هو نيرفس فسالت بهاو، ما لقيتش فعل مساعد، رحت جايب دو، مسكت اي حولتها ليو، نزلت فيل زي ما هي وجبت بيفور ان اكزام، لان الاجابه نيرفس اللي هي الصفه. القطعه بقى، اول سؤال بيقول لي ليه من المهم انك انت تاكل طعام صحي، طبعا اتس جود فور ذا برين، كويس للمخ. طب هل تعتقد ان النوم الكفايه مهم للمراجعه ولا لا وليه؟ هنقول له لا، ايوه مهم. ليه بقى؟ to remember the facts، عشان تفتكر الحقائق that you have memorized، اللي انت استذكرتها او حفظتها. كلمه زي عايده على ايه اللي هي دي؟ طبعا عايده على الفروت والنتس عشان هي بتحسن الذاكره. you shouldn't نقط late at night، stay up، ما تسهرش بالليل متاخر، تمام. getting a little sleep makes you forget، اللي ينام قليل ينسى المعلومات، تمام. القصه بيقول لي جوبز ويلسون، الراجل اللي هو بتاع المحل يعني، هنوصلها بسي عشان هو راح الصين قبل كده. مستر سبولدينج اللي هو المساعد بتاع ويلسون بتاع المحل اللي هو اللص المدعي، هنوصلها بي، كان الاسيستنت بتاعه. مستر روس هنوصلها بي، بي كان المانجر الريد هيدد لي، كان رئيس عصبه الشعر الرحمه. شارلوك هولمز هنوصلها بدي بقى، كان جود ديتكتيف، مخبر كويس في لندن. هل تعتقد ان حاجه غير عاديه ان مستر روس يدي ويلسون الوظيفه على طول؟ ايوه وايوه لا، طبعا هنقول له نو. ليه؟ بيكوز مستر ويلسون هاد ريد هير، مش حاجه غريبه، لان الراجل احنا عايزين واحد شعره احمر وده شعره احمر، فعشان كده ينفع. طب هل تعتقد ان شارلوك هولمز مخبر كويس؟ اديني مثال. هقول له ايوه. ليه؟ هي وركت اوت، يعني استنبط معلومات عن مستر ويلسون، اللي هما الثلاث معلومات اللي هما
استنبطهم عنه انه زار الصين وان هو لابرر وان هو ايه رايتنج الوت بيكتب كتير. You not only should one subject at time, you should all study. ذكر حاجة واحدة في اليوم. We not achieve the best results in the exam. We should achieve. You should not able to write the words correctly. You should be able. لازم تكون قادر على. What should I do before exam? أعمل إيه قبل الامتحان؟ طبعا. What shouldn't stay in the sun too long? This is a good advice. طبعا this is a good advice. هو ينفع استخدام طبعا مع وجود صفة قبل الاسم الذي لا يعد زي a good education كده يعني. Not students can't get good results. طبعا nervous المتعصبين ما ينفعوش ان هم يستخدموا يجيبوا درجات حلوة. The not inside your head البرين ده جوه مخك صح؟ تمام. You can invent يمكنك أن تخترع كذا to help you remember important. هتخترع إيه بقى تساعدك إنك أنت تفتكر قوافي طبعا اللي هي rhymes القوافي اللي هتساعدك في الاستذكار. يجب إنك أنت 10 minutes قلنا هتبقى minute بس ونشيل الاس قبل السفر. أنت محتاج إنك أنت بيك تبقى بالبيت تقيل عشان تحجز الشنط يعني تعبئ الشنط بتاعتك. You shouldn't do lots of mistakes. mistakes بتاخد ميك قبلها يبقى ميك. You should getting هتبقى get بس. تمام. ده كانت كل حاجة في الوحدة. التوفيق للجميع. سوشي الإعجاب بالفيديو. اشترك بالقناة. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.